السلام عليكم طلابنا الأعزاء، راح نكمل وياكم محاضرتنا ضمن موضوع لابلاس ترانسفورم. آخر محاضرة أخذناها هي كانت عن المشتقة في حالة راد لابلاس لمشتقة، مشتقة واحدة وعندنا مشتقة ثانية، وقلنا عندنا المشتقة الثالثة وعرفنا تفاصيلها. الآن راح اتفقنا على شغلة مهمة، قلنا انه لابلاس توزع فقط على الجمع والطرح، اما على المضروب فلا توزع. اذا نجي ناخذ القاعدة، عندنا في حالة انه يكون multiplication بمن بالاكسبوننشال، اذا في حالة المضروب في اكسبوننشال بمعنى يقول في حالة رادوا منك لابلاس المن لأي دالة مضروبة عندك بالإكسبونينشال للأي للتي. الحل كالآتي، هو عبارة عن نطلع الأس ناقص أي، يعني نطلع سوي الشفتينج للدالة. بمعنى شنو؟ بمعنى تأخذ الدالة تطلع لها أف للأس، بس بدال كل اس عوض اس ناقص اي. اس ناقص اي الاس الاي، هذا الاي هو هذا، تمام؟ هذا الاي، إذن هذا هو المعامل، هذا الاي هو المعامل. ناخذ مثال، مثلا المثال الموجود عندنا هو exponential minus 4t cosine 3t. فناخذ مثال examples Laplace، في حالة اراد مني Laplace المن exponential ناقص 4t مضروب في كوساين 3t. انتبهوا لهذا المثال، طبعا هذا الموضوع الشفتين جدا مهم خصوصا بالامتحانات بغض النظر عن التطبيقات الاخرى مالته. راح نجي نباوع علي السؤال، رايد لابلاس لدالة، وين الدالة؟ هاي مثل الاف للتي، اللي وين اكسبوننشال؟ ها اي للاس اي تي. اذن الاي ايش قد؟ ناقص اربعة. انتبه، اخذ الاي باشارتي، هاي اول شغلة. بعد ايش راح اسوي؟ يقول لك هذا الاف للتي طلع لي النتيجة مالته، راح يسوي اف للاس، بس بدل كل اس راح نعوض اس ناقص اي. نجي نعوض هنا، ناخذ اف للاس واللي هو لابلاس المن كوساين الثلاثة تي، وتساوي لي اس على اس تربيع زائد ثلاثة تربيع. راح يجي واحد يقول هاي من هذا الجزء من اجى؟ هذا من الجدول، من اول صفحة بالجدول، انه هو كوساين ثلاثة تي او كوساين اي تي يساوي لنا اس، هذا اس على اس زائد الاي تربيع اللي هو الاي شقد؟ ثلاثة هنا تربيع، وتساوي لي اس على اس تربيع زائد تسعة. اذن اف للاس ناقص اي اللي هو الشفتينج راح يساوي لي اس ناقص
بقوسين ناقص 4 على S ناقص ناقص 4 بقوسين الكل شنو؟ تربيع زائد 9. هاي الخطوة الجدا مهمة. أنا مو مطلوب مني فقط إنه الكوسين حولته عن طريق الجدول، لا، أنا مطلوب مني هذا الجزء كله أطلع له لابلاس، صح؟ إذا أي دالة عندي هنا، هاي دالة، أي دالة راح تكون بهذا الجزء مضروبة بهذا الإكسبوننشال. أول شيء نطلع الأي هو ناقص 4 آخذ بشارته، طلع الدالة، بعدين يقول لك آخذ F للS بس بدأ يكون S عوض S ناقص A. أخذت الـ F للـ S، أخذت لابلاس كوساين عن طريق الجدول هو S على S تربيع زائد أي تربيع الأي مالي كوساين جيد 3. إذا نطلع لنا S على S تربيع زائد 9، أوكي، زائد 9 وراها F للـ S ناقص A. إذا نحن نعوض بدل كل S يطلع لنا S ناقص A اللي هو S ناقص ناقص 4، وهنا أنا S ناقص ناقص 4 يكون تربيع زائد 9. نبسطها، إذن F لل S ناقص A هو S زائد 4 على S زائد 4 تربيع زائد انتهى سؤالنا بالنسبة للموضوع. مراجعة سريعة، انه اي دالة عندي، هاي دالة، هاي exponential وهاي الدالة، فنقول يا با اي دالة هاي دالة مضروبة في الاكسبوننشال، راح ناخذ الاف الاس لكن بتاك الاس عوض اس ناقص اي. الاي هو الاي، هذا الاي هو هذا الرقم، تمام؟ ليش؟ لانه معامل التي اي تي معامل ناقص 4، هذا اي تي معامل ناقص 4. انتبه انتباه مهم جدا. اوكي شباب، هذا بالنسبه لموضوعنا اليوم اللي هو الشفتنج. مجرد اسوي ريبليسنج بين الاس يصير اس ناقص اي. هذا يكمل، اذا لابلاس لهاي الداله هو اس زائد 4 على اس زائد 4 الكل تربيع، واللي طلع لنا بالنهايه هاي عندنا واجبات تدرب روحك عليها. مجرد نفس الداله، مجرد صار الساين هنا اكسبوننشال كوساين، هنا مضروب تي تربيع تي بس ان، وهكذا. هاي خمس أسئلة درب روحك عليها، جدا مهمة انه تحلها، مطلوبة ضمن الهوموركات اللي قلنا عليها. لحد هذا الحاضرة حيكون عندك 7 هوموركات مطلوبة للحل، ممكن اطلبها منك محاضرات اللي راح تجي، واللي طلبتها منك محاضرات هذا الاسبوع. اتمنى لكم موفقية، ان شاء الله تكونوا قد استفدتوا من هذه المحاضرة اليوم. نقابلكم في محاضرات أخرى بالنجاح والتوفيق، ولا تنسون الاشتراك في القناة.